تختتم اليوم فعاليات أسبوع البنية التحتية في أفريقيا المنعقدة في مصر لأول مرة. تناقش الفعاليات أبرز المعوقات والتحديات من أجل إنشاء بنية تحتية قوية بالقارة الأفريقية، مما يحقق التكامل الاقتصادي بها. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل أكسترا نيوز إبراهيم عزت. إبراهيم، برحب بك والتفاصيل معك، تفضل. شكرا جزيلا لك إيمان. بمشاركة 800 شخص من 50 دولة إفريقية انطلق هذا المؤتمر الأسبوع الخاص بالبنية التحتية في إفريقيا على مدار 5 أيام، وكما ذكرت تختتم الفعاليات اليوم، وتحديدا بحلول 11 صباحا ستكون هناك جلسة خاصة لجلسة ختامية لعرض ربما مخرجات وأهم ما تمخض عن هذا المؤتمر بأيام الخمسة. إذا تحدثنا ربما عن إعادة توجيه القارة الإفريقية بما يتناسب وتنفيذا لأجندة إفريقيا 2063، بات أمر هام جدا ربما يهتم به العديد، بل بداية من رئيس الاتحاد الإفريقي في هذه الفترة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكما ذكر من قبل أن هذه الأجندة تأتي بمشاركة وبالتعاون مع دول و رؤساء الدول الإفريقية، موضوعات عدة تم طرحها في هذا المؤتمر خلال الأيام الماضية. إذا تحدثنا ربما عن عناوين سريعة عن هذه الموضوعات والمحاضرات والجلسات التي طرحت في هذا المؤتمر، وشارك بالحديث العديد من المتحدثين إن كانوا هناك عدد من المصريين بالتأكيد، وأيضا عدد من المشاركين من الدول الإفريقية. طرق تطوير شبكات الاتصالات وكذلك الطاقة والسكك الحديدية واحدة من الموضوعات التي اهتم بها المشاركون في هذا المؤتمر، وكذلك وجود مشروعات الربط البري والبحري في القارة الإفريقية، فضلا عن إلقاء الضوء ومزيد من الاهتمام حول المشروعات الناجحة في القارة الإفريقية. مؤتمر بيأتي كما ذكرنا على مدار 5 أيام. هذا الموضوع تحديدا بيهتم وبيشغل بال ربما الأفارقة عموما، إعادة تأهيل هذه القارة ومزيد من التقدم في هذه القارة الغنية وهذه القارة التي تحوي العديد من الخيرات بالتأكيد، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية في إطار رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي. إليك إيمان. أشكرك جزيل الشكر إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز على كل ما تفضلت به وعلى كل ما ذكرت من تفاصيل.